خلاص خلاص وانت يا ثابت على الطريق. عامرة بالهناء والنمى. اي واحد جزائري عبد المجيد الناصرة شرف هذا التحالف. ما عاود رجعت لفوق كتفه كيما وقع لي اليوم رجعت. ولم نجد كل الناس يأسين ولم نجد كل الناس ضد الانتخابات، بالعكس وجدنا الأغلبية من الناس في بشاشة لهم رأي ويعبروا عن رأيهم. هناك الرأي اللي يشارك، هناك الرأي المؤيد لنا، وهناك الرأي الذي لا يشارك، وهناك من يسألنا ويطلب منا أشياء من أجل الجزائر. اليوم وصلنا للمجلس الشعبي الوطني، مدرك الجبل شوية هكذا على الآخر، حابين النواب اللي يوصلوا يوم 4 ماي للمجلس الشعبي الوطني ما يكونوش فاسدين وما يكونوش ترشحوا بالفساد وما يكونوش أحزاب فاسدة وضعت على رأسها فاسدين باه يجيوا ويشرعوا تشريع فاسد ويفسدون مؤسسات الدولة ويفسدون حياة الناس. حسن روح تقعد. لا لا لك مطر الخليلي. باش نعطيو لتاريخنا صح، نحافظوا على ثلث اشياء في البرنامج تاعي. On exerce la responsabilité, on consomme ses crédits. Et. ستعود تدريجيا. نحن في التجمع الوطني الديمقراطي لنا مشروع سياسي، هذا المشروع هذا يتجاوب مع طموحات الشعب الجزائري، وكنت ذكرت الأشياء اللي نركز عليها، زيادة على الحفاظ وتحسين القدرة الشرائية باستمرار، لابد على أن نحافظ حتى على ديمومة مجانية التعليم، مجانية الصحة، ودعم سياسة الإسكان. هذه العناصر هذو من شأنها تخفف وطأة الأزمة، لكن كذلك تسترجع الثقة بين المواطن والدولة.